يا اخوانا فكوني بقى، انا عايز اعرف انا فين. طب انا لوحدي في المكان ده ولا في حد معايا؟ السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. مين اللي قال لكم تعملوا كده يا بهايم؟ ما يا معلم تعال فوقكم. الحمد لله على السلامة يا رضا. رضا؟ أنت تعرفني منين؟ وأنا فين أصلا؟ المعلم سلطان بيمسي. سلطان؟ آه، كان عاملها لك مفاجأة لما عرف إن أنت متضايق علشان موضوع صابرين مراتي. وأنت كمان تعرف صابرين مراتي؟ سلطان حكالي على كل حاجة يا رضا، وهو اللي مدبر العملية دي كلها. واضح إن أنت تعرف عني حاجات كتير قوي، بس أنا لغاية دلوقتي بقى معرفش اسمك حتى. آه صحيح، أنا نسيت أقول لك أنا مين. أنا سليم أخو المعلم سلطان الصغير. تعال يا رضا، تعال يا حبيبي، تعال. ولما هو المعلم سلطان بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه وعنده الرجالة دي كلها، ما هربش هو ليه؟ ويهرب ليه؟ ما اللي بيعمله بره بيعمله جوه، وبعدين يعني اللي فاضل له كلهم 6 أشهر، ما يستاهلش إن هو يهرب علشانهم ويقضي بقية عمره في الضلمة. يقوم يهربني أنا وأعيش بقية حياتي في الضلمة؟ آه، عشان تلحق موضوع مراتك ده. وبعدين لعلمك بقى انا عامل لك مفاجاه هتبسطك قوي. مفاجاه ايه؟ مالك كده خفيف، خليك تقيل، ده الصبر جميل. دلوقتي توصل. اهي وصلت اهي. اوعى ايدك، سيبني بقولك. اوعى تاخدني على فين. ثانيه واحده. صابرين؟ رضا، رضا. صابرين؟ رضا انا. انت اجدع ست انا شفتها في حياتي، ومن النهارده عمري ما هسيبك تاني. هو احنا هنعمل ايه؟ مش عارف والله يا صابرين. انا مش مرتاح للناس دي. ليه بس يا صابرين؟ الناس دي ساعدوني وعملوا كل ده علشاني ووقفوا جنبي. وقفوا جنبك؟ هما لما يخلوك تهرب من السجن وانت بريء، ويخلوا الناس كلها تفتكر ان انت مجرم وقتال قتلة، ومش بعيد كمان يفتكروا انك رئيس عصابة، يبقوا كده وقفوا جنبك؟ دول ودوك في داهية يا رضا. خلاص بقى يا صابرين، اللي حصل حصل، المهم ان احنا نستغل ده لصالحنا. هنستغله ازاي بقى؟ انا لازم اثبت براءتي، لازم اعرف مين اللي عمل فيا كده. لحد ما تعرف يا رضا هنفضل قاعدين هنا وسط الناس دي؟ لا ما تقلقيش، انا عندي صرفة تانية. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الله موجود؟ ايوه يا فندم. نقول له مين؟ يا هلا يا هلا ابو خالد، تفضل حياك الله. هلا هلا هلا. حي الله من يا هلا هلا ابو عبد الله. هلا هلا مباركة. اهلا وسهلا يا هلا حبيب. شلونك شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله. يا عم علي سوي لنا قهوه عربي. حاضر. بسرعه. تفضلوا تفضلوا. فضل. حياكم الله. تفضل يا سلام. يا هلا تفضلوا. اهلا وسهلا. هذه والله الساعه المباركه حبيبي. صدق انك انت وحشني جدا، انا من زمان ما شفتك حبيبي. ابو عبد الله يا هلا، حيا الله من يا. والله انا اسف يعني ان انا جاي لك في وقت متاخر زي ده، بس انت عارف الظروف بقى اللي انا حكيتها لك في التليفون. ايش هالكلام يا رضا؟ أفع عليك، أنا مثل أبوك، والمكان هذا مكانك والبيت بيتك، أتي في أي وقت. والله أنا ما عارف أقول لك يا أبو عبد الله، بس لولا الظرف اللي أنا فيه أنا ما كنتش جيت لك وعرضت حياتك للخطر. باختصار كده أنا كنت محتاج قرشين عشان أشوف مكان التوا فيه. إيش هالكلام يا رضا؟ مكان تتوا فيه وهني البيت خالي وش كبره وبروحك. أفع عليك أنت تقعد هني. اسمع، الخدم أنا كلهم بمشيهم وأقول لهم إن هذا ولد عمي، وبعدين انا كلها يومين ومسافر. بس ده كتير قوي ابو عبد الله. ماكو شيء يكثر عليك يا رضا، وانا قلت لك من قبل الجمايل جمايل ابوك الله يرحمه، جمايله علينا ما تقدر بمال. جمايل ايه بقى يا ابو عبد الله؟ ده انت اللي جمايلك مغرقانا. ابوك رحمه الله عليه تبرع لي بفص من كبدته علشان ينقذ حياتي. فص من كبده؟ طبعا، ابوك الله يرحمه ما رضى يقول لحد ولا رضى ياخذ مقابل. الحين آن الاوان لرد الجميل. الله يرحمك ابو رضا. اسمع يا رضا، انت الحين لا تشغل بالك بشيء، انت الحين فكر بنفسك، فكر شلون تثبت براءتك وترجع حقك.